الفيديوهات الموجوده يا فارس الحمد لله بنسبه كبيره جدا تعليقات ايجابيه، لان احنا بيهمنا في المقام الاول نقدم عمل جيد يحقق مشاهده تسمى من هذا العمل، خاصه من الجماهير اللي احنا دايما هنكون عند حضنها ان شاء الله. وبنحاول يا احمد يكون في تنوع ان شاء الله المشاهد يلمسه، سواء بفقرات فنيه او تواصل مع السوشيال ميديا او ردود على الموضوعات المثاره او الهجوم على النادي الاهلي، وباذن الله دايما المحتوى يكون متنوع ويكون الجمهور بيلاقي كل اللي هو عايزه في الاهلي خط احمر باذن الله. ولان احنا قلنا ان ده نافذه الجماهير، هنبدا باولى فقراتنا وتكون الفتره المعتاده فقره الاهلي في السوشيال ميديا، جوله على بعض البيجات الاهلاويه الموجوده وبعض الاكونتات اللي ليها بعض المتابعين بشكل كبير. هنشوف خلال الاسبوع ايه الاحداث اللي تم تناولها خلال السوشيال ميديا، وهنبدا من بيج اهلي المبادئ. بيج اهلي المبادئ بيتكلم عن بعد مباراه الاهلي واطلع بره، بيقول 2 فوز بالدوري وتحقيق اللقب ثم فوز مريح في افريقيا، لكن لسه عايزين اداء اقوى ورفع مستوى الصناعه وتسجيل الفرص، ورفع مستوى صناعه وتسجيل الفرص. دلوقتي داخلين على الجد، والهدف التالي تاكيد الهيمنه المحليه والفوز على بيراميدز وتحقيق الكاس والسوبر مع تحسين جوده الاداء ورفع معدل استغلال الفرص. لازم اللعيبه تتحمل مسؤولياتها، ومش كل الحمل يبقى على الاداره او المدرب، ولما يبقى قدامهم خصم قليل يقدروا يعملوا سكور ويمتعوا الناس. ودلوقتي عندهم مهمه رد الاعتبار بعد خسارتهم من بيراميدز مرتين، بالتالي هو تحدي هاشتاج اهلي المبادئ. الحقيقه بوست اهلي المبادئ بيصور او بيدي مدلول عن جماهير النادي الاهلي اللي هي ما بتقبلش غير انها تكون رقم واحد. اه فزنا بالدوري، لا عايزين كمان الهيمنه المحليه، قدامنا بطوله كاس، قدامنا ماتش مهم جدا امام بيراميدز، الفوز فيه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي يعني الكثير، والمفروض بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي يعني الكثير، لان احنا محتاجين هيمنه محليه، وبالتاكيد يا فارس محتاجين برضو فكره عوده بقى بطوله دوري ابطال افريقيا اللي شفناها في اول التقرير، اكيد وحشتنا بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله. احنا عملنا كل اللي علينا ان شاء الله الموسم ده عشان ندخل موسم هدفنا الاول فيه افريقيا وتحقيق البطوله باذن الله ان شاء الله. نروح للبوست الثاني معانا من صفحه وقفه مدرج زمان، ولان جمهورنا على السوشيال ميديا حاليا جزء من حاضرنا، ففي جزء من ماضينا اللي وصلنا للحاضر المشرف ده، عم حسين وعم حسني وعم وزه جزء من ماضي جمهور النادي الاهلي اللي بيتواصل مع الحاضر بتاعه. مفيش حد فينا دخل المدرج كتير او قليل الا وكان متفاعل معاهم ولمس فيهم حبهم للنادي الاهلي. حابب اتكلم عن عم حسين عفيفي بايجاز، واعرف جمهورنا اللي موجود بعم حسين عفيفي. عم حسين عفيفي لم يتزوج، عاش حياته كلها للنادي الاهلي. كنت حابب اعرف ازاي عم حسين عفيفي دخل النادي الاهلي، وعرفت ان سنه 58 كان النادي الاهلي توج ببطوله الدوري، وخرجت مسيره من مصر القديمه للنادي الاهلي عشان تحتفل بالبطوله. عم حسين عفيفي الطفل اللي كان عنده 8 سنوات دخل النادي الاهلي مع الجمهور عشان يحتفل بالبطوله. 3 ايام عم حسين عفيفي الطفل ما كانش عايز يغادر النادي الاهلي، ارتبط بالمكان لحد ما المسؤولين حبوا يشوفوا ايه حكايه الطفل ده، واكتشفوا ان من يومها الطفل ده مش هينفع يسيب النادي الاهلي. فضل عم حسين الله يرحمه بيتدرج في حياته كلها داخل جدران النادي الاهلي عشان يكتب رساله عظيمه للجمهور اللي لازم كلنا نعرف رموزنا كمان في التشجيع قدموا ايه وحبوا النادي ازاي. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه عم حسين. اتعلمت في المدرج على ايدي التشجيع. ومن عم حسين لجلال محمد وكاتب بوست عن وليد ازارو، بيقول هيتوهك، هيغفلك، هيحيرك، هياخد هداف الدوري كافضل هداف اجنبي في تاريخه، وهيضيع قد اللي سجله عادي، هيبقى اول لاعب اجنبي في التاريخ يسجل في كل البطولات من اول موسم دوري وكاس وسوبر وعرب وافريقيا، وفي نفس الوقت مش هتبقى متاكد انت تقدر تقول هو حلو ولا وحش، هيرقص ويعدي وينفرد ويعمل كل الصعب، وهيضيع كله بلمسه غلط في الفينش، هيعمل دبل كيك عالمي خيالي اسطوري، وممكن يضيع هدف والمرمى فاضي، هيضحكك ويعصبك ويوترك، وممكن يطلعك عن شعورك ويحببك فيه في نفس اللحظه. وليد ازارو تركيبه صعبه عجيبه غريبه لم ولن تتكرر في تاريخ المهاجمين الاجانب في النادي الاهلي. بوست جلال محمد، هو بوست بيعبر عن كتير من مشجعي النادي الاهلي والحاله اللي عاملها كابتن وليد ازارو. طبعا كابتن وليد ازارو لو جينا بصينا ليه رقميا هنلاقيه عامل ارقام من وجهه نظر انا شبه مستحيله اعجازيه، 40 هدف
متسبب في 14 تقريبا ركله جزاء 17 اسيست، كل ده في حوالي 82 او 80 مباراه. اكيد اكيد حاله هيقف قدامها التاريخ كتير عند وليد ازارو، خاصه ان في بعض الناس وبعض الجماهير عن حالات بتيجي تلعب موسمين او ثلاثه وتسجل 18 هدف وبيظل اسطوره خالده لاكثر من 30 سنه. اللي بيعمله وليد ازارو مؤكد يحسب ليه، مؤكد مهاجم عنده بعض المشكله في بعض الفرص، لكن مع بعض التركيز وليد ازارو هيكون في حته تانية خالص يا فارس. ان شاء الله باذن الله عايزين الثبات في المستوى والتركيز اكتر من وليد ازارو، لان ده هيفرق معاه كتير جدا. وهنروح من حد محير الجمهور حاليا لحد كان محير الجمهور قبل كده، مؤمن زكريا اللي اتكلم عنه محمود سليم اللي بحييه، وهو محلل اداء منتمي للنادي الاهلي، اتكلم عن كابتن مؤمن زكريا وقال سلامات يا مؤمن ان شاء الله ترجع احسن. حابين نشكر مؤمن زكريا، وان شاء الله ايا كان اللي هيسفر عنه مستقبله فمضي مع النادي الاهلي كان مشرف جدا. مؤمن زكريا في ما يقرب من 120 مباراه شارك في 60 هدف بتسجيل حوالي 40 هدف وصناعه 20 هدف، وعلى فكره بالنسبه للاجنحه ده رقم لا يقارع مؤمن زكريا فيه الا كبار في المركز ده زي محمد بركات او وليد سليمان. مؤمن زكريا كمان لحاجه في وجدان جمهور النادي الاهلي، لانه فضل النادي الاهلي على نادي الزمالك في وقت كان الزمالك فيه في افضل حالاته وكان النادي الاهلي فنيا فيه في اقل حالاته، عشان يدي رساله للجمهور وللاعبين ان النادي الاهلي حتى وهو في أسوأ حالاته يظل الخيار الاول. بالتاكيد وسيظل النادي الاهلي الخيار الاول، وان كان البعض بيلوح عن فكره اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي وبترحل، اكيد بيرحلوا بعد ما بيحصدوا اكبر عدد من البطولات في اقل عدد من السنوات مقارنه بالمكان اللي كانوا فيه. شكرا مؤمن زكريا والف سلامه. ومن مؤمن زكريا الاسطوره جديده للنادي الاهلي هو الكابتن احمد صلاح اسطوره الطايره، ودي من صفحه العاب صلاه النادي الاهلي بيقولوا في اليوم العالمي للعصر نذكركم بافضل لاعب اعصر في تاريخ العاب الصالات. ده الكابتن احمد صلاح اللي الحقيقه كان مطلب جماهيري كبير جدا ان هو عودته مره اخرى للنادي الاهلي بعد ما انضم في فتره من فترات الصفوف طلائع الجيش، صنع معهم مجد وتاريخ. كابتن احمد صلاح يقارن بانديه برضه في الطايره، كابتن احمد صلاح محقق 7 بطولات دوري ابطال افريقيا، الفريق اللي يليه هو فريق الصفاقسي التونسي ب6 بطولات، يعني تاريخ احمد صلاح زي تاريخ تقريبا حسام عاشور كده. كابتن محمد لاعب عظيم، وجمهورنا لازم يعمل فوكسنج على نجوم اللعبات الاخرى اللي فعلا بيقدموا حاجات عظيمه للنادي الاهلي، ولازم فعلا يحسوا مننا بالحفاوه في مقابل ده، وان مفيش في النادي الاهلي حاجه اسمها لعبه شهيده او المجد كله لكره القدم. كل حد بيخدم النادي الاهلي في اي حته وفي اي لعبه لازم جمهور النادي الاهلي يديله حقه. بالتاكيد واحمد صلاح يستحق هذا التقدير. هنروح لمحمد مصطفى مايوفيتش، وهو بيتميز بخفة الدم على السوشيال ميديا، كان جايب اللقطة الرائعة لأزارو اللي كان في رأيي لو الهدف ده سجل كان هيكون واحد من أعظم الأهداف اللي سجلها النادي الأهلي في دوري الأبطال. جاب اللقطة بتاعة لاسارتي على طريقة زيدان في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس اللي سجل فيها رونالدو الهدف الرائع، وشبهها ولاسارتي رد فعله على كورة أزارو اللي ما دخلتش المرمى. ومن محمد مصطفى لمحمد عواد، وده محلل أداء أردني وعنده طبعا صفحة موثقة على تويتر، كاتب فيها لو تصاعد التوتر بين السومة وأهل جدة وكان لابد من الانفصال بين قوسين مع ضعف حدوث ذلك، أتمنى رؤية عمر السومة في الأهلي المصري تقديرا للمساته التاريخية في الدوري السعودي من ناحية صناعة المجد وإعادة الهيبة المفهوم المحترف العربي في بطولتنا، لذلك هو يستحق اللعب مع أكبر نادي عربي. شكرا للأستاذ محمد عواد محلل، له صفحاته على اليوتيوب وقناته على اليوتيوب وعلى تويتر. الحقيقة اختار المهاجم عمر السومة أفضل تكريم له أو تواجد لتاريخه داخل أفضل نادي في الوطن العربي وهو النادي الأهلي المصري يا فارس. صفحة الجونة ما اكتفتش إن هي بس تشكر النادي الأهلي أو تتفاعل مع فكرة صفقات النادي الأهلي اللي بيساعد الجونة بلاعبين في إطار احترافي استفادة فنية متبادلة، وجابت صورة لعلي معلول وهي بتتكلم نرحب بلاعبنا الجديد علي معلول. لا الغل ما وصلش للدرجة دي، وأنا عايز أقول لصفحة الجونة من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه. اكيد، وعندنا طبعا ده لا يعني ان في غير في تنافس شريف جدا، وهتكون المباراه قويه جدا زي كانت مباراه
الاهلي والجونه اللي كان الجونه متقدم 1-0 دقيقه 55 وقدرنا نعمل ريمونتادا. حسام غالي كان لحد الدقائق الاخيره متفاعل بحماس والنادي الاهلي كسب المباراه بصعوبه. احنا نتنافس بشرف ولكن كمان احنا اللي بيتعامل معانا باحترافيه وبقدر يليق بالنادي الاهلي بنتعامل معاه على نفس المستوى بالظبط. يعني بالتاكيد يا فارس. وهنروح للفقره اللي انتم بتحبوها واللي كان فيها تفاعل كبير جدا مع فقره كابتن رضا عبعال وكابتن المره دي معانا الاستاذ عزيز الشافعي وهو طبعا مؤلف